تعالوا بقى النهاردة هنعمل مع بعض بجد بجد يعني حاجة هتعجبكم جدا، حصري حصري حصري. عايزة اقول لكم ان انا من فرخة واحدة عملت كل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده معايا بانيه مشوي، طبعا كل التكات والحركات هتلاقوها في الفيديو ان شاء الله معانا. وعايزة اقول لكم ان انا بحبكم قوي 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 قوي، وان انتوا حبايب قلبي جيجي بجد، وان انتوا بتدعموني، ومتشكرة جدا على الكلام الحلو اللي انتوا بتبعتولي في التعليقات. وعايزة كده لايكات بقى، وعايزة القناة كده تكبر بيكو وليكو. وده احنا عملناه من وراك الفراخ، ده صوابع دجاج كده مقرمشة عملناها من وراك الفراخ. وهنا كمان كمية كمان شلناها عشان برضو ممكن تنفعك في المدارس، تبقى جاهزة ومتبلة، وعملناها في الفريزر وهنعبيها في أكياس. ويلا بقى نخش على الفيديو ونشوف عملنا ايه مع بعض. يا صباح الخير عليكم حبايب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض طريقه البانيه المشوي. هنا معانا اهو البانيه المشوي، الناس اللي ما بتعرفش تعمل بقى البانيه المشوي. وهنا دي انا عايزه اقول لكم ان دي وراك فراخ انا خلياها، دي وراك فراخ مخليه، وهنعملها بقى بطريقه جديده خالص خالص خالص. بصوا دي الوراك هنعملها بقى مقليه، يعني هنقليها صوابع كده اهو زي الفراخ المقرمشه اللي بنجيبها من بره، بس هنعملها بالوراك اطعم واحلى. يعني هنعمل من الصدور مشوي، وهنعمل من الوراك هنعمل منها ايه المخلي. يعني انا عايزه اقول لكم لو انت عندك فرخه كبيره ومش عارفه تعملي فيها ايه، هوريكم برضو بعد كده فيديو معانا ازاي بنخلي الفراخ. هنطلع منها الصدور، لو مش عايزاه بانيه مقلي هنعمله المشوي اهو، وهوريكم كل اسرار البانيه المشوي عشان يطلع معاكي طري ما ينشفش منك خالص. ودي الوراك، لو انت الوراك مثلا بتطلع معاكي كبيره ولا حاجه ازاي تخليها، وهوريكي برضو انا كنت عاملاها في فيديو قبل كده، واللي هيتلاقوها عندكم في الفيديوهات بتاعتي، وازاي تخليها. وبعدين لما خليت الوراك قطعتها كده زي ما انتم شايفين كده صوابع، وهنعمل بقى تتبيله مميزه جدا. يعني دي هتبقى مقليه وده هيبقى مشوي. عايزين بقى نشوف احنا معانا ايه. بصوا عايزه اقول لكم ان هنا اللي معايا ده بصل مبشور ناعم جدا جدا، بصلايه كبيره او بصلتين متوسطين، ودي طماطمايه برضو مبشوره ناعم خالص. يبقى كده معايا، وهنا معايا فلفل اسود، وهنا معايا ده زعتر، وهنا معايا دي بهارات فراخ، وبرده هبقى اعمل معاكم بهارات الفراخ دي في فيديو ان شاء الله بتاع التوابل. وهنا معايا ده حبه حبهان على ورق رورة مطحونين، وهنا ده الملح، وهناخد بقى لبن، هناخد معايا لبن. لو مش عايزه تحطي لبن حطي زبادي، بس يا لبن يا زبادي عشان الفراخ معاكي اللي هي بتاعت الشوي او المقليه تبقى معاكي من جوه طريه. هنشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. بصوا هنعمل اولا التتبيله دي، ودي هعملها واحد بس، انا هوريكم انا هعمل هنا اهو. انا حطيت معاكم هنا اهو ادي نص الطماطمايه مع البصل اهو، نص الكميه اهي، وهحط حبه من الزعتر ده اهو. وعايزه اقول لكم ان الزعتر مع الفراخ بيدي طعم حلو قوي، بالذات كمان في الشوي. وهنا دي بهارات الفراخ اهي، برضو بحط حبه وحبه فلفل اسود بالشكل ده، وده حبه الحبهان على ورق الرورة المطحونين، وطبعا الملح بقى بتاعك زي ما بتحبيه اهو كده. هستكفى بالملح، وبعدين بقى احط معاكم بقى كده اهو شويه بقى لبن. بصوا انا عايزه اقول لكم ان اللبن اهو، اللبن معاكي بيطري اللحم جدا كده اهو. وهنحط عليهم نص ليمونه، هجيب انا بقى ليمونه اعصرها عليهم، وهسيبها بقى تقعد في التتبيله دي ربع ساعه كده على الاقل، او ساعه على حسب بقى ما انت هتشتغلي بعد دي. كل ما بتقعد في التتبيله كل ما بيبقى احسن. يعني لو هتشتغلي بعد ربع ساعه ماشي، بس مش يعني ما ينفعش تعمليها دلوقتي وتشتغلي دلوقتي، على الاقل خالص ربع ساعه او ساعه او ساعتين، او تعمليها من بالليل. كل ما بتقعديها كل ما اللحمه بيبقى طري وبيبقى طعمه احلى. هجيب انا الليمون وارجع لكم تاني. اهو قلت لكم اهو بالليمون اهو، هنعصر عليه ليمونه، دي برضو بتدي له مزازه وتخلي اللحم يطرى معانا خالص اهو بالشكل ده كده اهو. وهنقلب بقى كل ده كده مع بعضه، وندخله جوه التتبيله دي تشرب خالص كده اهو. بصوا عايزه اوريكم ان هي بتبقى بالشكل ده التتبيله بتاعته اهي، وهغطيها بقى بالاسترتش بتاعنا، وهنشيلها في التلاجه قبل ما تستعمليها. ممكن لو بيتيها كده بالشكل ده من قبلها بيوم. دي بقى احلى ان شاء الله بانيه مشوي، واوريكم بقى ازاي بشويه كمان، واوريكم كل حاجه ان شاء الله. ودلوقتي بقى هنعمل برده في الوراك،
هي برضو نفس التتبيلة بتاعتها، ادي البصلة ومعاها الطماطم وحبة الفلفل الاسود كده اهو معانا، وادي حبة البهارات ورق الرورة على الحبهان، وادي حبة بهارات الفراخ وحبة الزعتر وشوية الملح، وادي الليمونة، هنحط برضو الليمونة كده اهو معانا بالشكل ده. وهنحط برضو شوية اللبن كده اهو معانا برضو. دي هتضطر لي لحم الوراك، وعايزة اقول لكم ان الوراك بقى في القلي بيكون طعمها احلى بكتير كتير جدا، جربوها بتبقى طعمها احلى بكتير من الصدور في ال دي. هنعملها الفراخ اللي هي الصوابع المقرمشة، هنعملها برضو معاكم اهو، وهتسيبيها برضو على الاقل ساعتين في التتبيلة بتاعتها عشان اللحم يشرب الطعم الحلو ده. وهنسيبها بقى واغلفها واحطها بقى في التلاجة لمدة ساعتين او ساعة، وبعد كده نرجع بقى لما نيجي نعمل ان شاء الله مع بعض. دلوقتي احنا اهو بعد ما عدى ساعتين على ده اللي هي صوابع الوراك، زي ما عملناها كده صوابع اهي زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده، هحط بقى عليها بيضاية اهي اهو، هكسر عليها بيضاية وهقلبها فيهم كلهم، هي بيضاية واحدة كده اهو بالشكل ده كده اهو، خليهم يتغلفوا فيها كويس اهي. وبعدين بقى هاجي هنا اهو على البقسماط بقى بتاعي بالشكل ده اهو، ده بقى البقسماط بتاعنا، انا بحط عليه معلقتين دقيق ومعلقه نشا على البقسماط، ودي بقى اهم حاجه، دي معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره بيكنج باودر بالشكل ده كده اهو، وهقلبهم كده معاها فيها. طبعا بقى معلقه البيكنج باودر دي مهمه جدا على البقسماط بتاعنا، ليه؟ علشان خاطر هتخلي الغلاف بتاعهم قرمش اهو. واخد بقى كده اهو معاكم الصوابع بتاعت الفراخ كده اهو اهي، هطلع كذا واحده كده اهو، دي الوراك زي ما قلنا اهي، وهنزلهم كده اهو وهغلفهم كده اهو بالشكل ده كده اهو اهو. لما تتغلف كده معايا بالشكل ده كده اهو، بصوا اهي الواحده كده اتغلفت معايا كده اهو، دي بقى عمرها ما هتفك، لما تيجي تنزل في الطاسه مش هتفك. وعايزه اقول لكم ان احنا هنفرز منها شويه، يعني هجيب هوريكم التفريز ازاي، هعمل اهو كام واحده كده معاكم وهوريكم نفرزها كمان ازاي، خليكم معايا. بصوا بنجيب كده طبق معايا كده زي ما انتم شايفين، وعليه من فوق كيس نايلون بالشكل ده كده اهو، واحط هنا بقى صوابع الفراخ، مش هلزقهم في بعض، اخليهم جنب بعض كده اهو عشان هدخلهم الفريزر يتجمدوا، وبعد كده ابقى اعبيهم في اكياس، دول بقى يبقوا جاهزين عندك على طول تطلعيهم بقى في اي وقت، دي برضو من الاكلات يعني السريعة اهو. بصوا هعمل انا برضو كمية وهدخلها الفريزر، ولما اجي اقلي هقلي برضو قدامكم. بصوا هوريكم تاني اهو، هوريكم تاني اهو، نزلت الكمية كده اهو، وبغلفها كده بالدقيق، مش بحط بقى واحدة واحدة في الدقيق، يعني انا بحب اعمل كده، بحس كمان ان هي بتتغلف اكتر اهو بالشكل ده كده اهو، واقلبهم كده كويس قوي. وعايزه اقول لكم ان انا البقسماط ده انا بعمله في البيت، هبقى اعمله معاكم، بواقي عندي الفينو والمعجنات والحاجات دي بحوشها وبدخلها على الفرن شويه احمصها، وبعد كده بطحنها واعمل لها بقى كمان تتبيله حلوه كده، هبقى اوريها لكم ان شاء الله في فيديو كده مع بعض، نشوف بنستغل كل حاجه ان شاء الله ما نرميهاش اهو. كده بقى مثلا هعمل الطبق ده كده اهو، هدخله بقى الفريزر، والباقي بقى هقليه، لما اجي اقلي بقى هوريكم بقى انا بقلي ازاي. يلا سيبكم بقى لما احضر القلي. تعالوا نشوف بقى دلوقتي احنا هنقلي بقى مع بعض اهو، ده كده الزيت معانا على النار، طبعا عايزاه يسخن كويس، وهنا ده معانا اهو، وبقيه الكميه زي ما قلت لكم انا حطيتها في الفريزر، هنفرزها لاي وقت، ممكن برضو تنفع للمدرسه لسندوتش الولاد، خفيفه وبتبقى مقرمشه، والتتبيله بتاعتها دي بقى حلوه قوي، بتدي طعم حلو قوي اهو بالشكل ده اهو. جربوها بالوراك هتعجبكم قوي، طعمها مختلف خالص عن الصدور، يعني بجد كمان طالع ريحتها حلوه قوي، الريحه نفسها بتاعت التتبيله حلوه جدا،
لما اجي بقى اطلعها هوريها لكم شكلها عامل ازاي. هي عايزه اقول لكم ان انا طلعتها، دول الحبه اللي انا كنت حطاهم في الطاسه وانا حطيت غيرهم اهو. بصوا طلعت، انا عايزاها كده باللون الحلو ده. بصوا بتبقى طريه من جوه كمان، عايزه افتح لكم واحده. بصوا بتبقى طريه خالص من جوه ازاي، بصوا يبقى لونها حلو ازاي. بصوا بصوا بتبقى عامله ازاي، بصي بتبقى حلوه قوي، بالذات كمان في الوراك بتبقى جميله جدا، طعمها كمان بيبقى غني يعني. بصوا بالشكل ده كده، بصوا والغلاف اهو لا اتفك من عليها ولا اي حاجه. بصوا ولونها كمان متحمر كده، التحميره بتاعته كده حلوه يعني بالشكل ده. كمل الكميه ووريها لكم في الاخر. وعايزه اقول لكم ان انا خلصت هنا معايا اهي الكميه بتاعتي، هي بتاعت الفراخ اللي احنا عملناها بانيه بس عملناها من الوراك. طبعا دي هتعجبكم جدا، وعايزه اقول لكم ان الكميه كلها من وركين اتنين بس، ومش دي الكميه كمان، احنا شايلين مفرزين شويه وهوريكم بردك احنا بنشيلها ازاي متفرزه. بصوا بالشكل معانا ده، وبجد هتعجبكم قوي، والتتبيله والزعتر ده بيكون حلو قوي. اهي بالشكل ده كده معانا، وهنعمل بقى مع بعض البانيه المشوي بقى دلوقتي، وبرده هوريكم كل الاسرار وكل التكات وكل الحركات. يلا بقى، ودلوقتي بقى هنعمل مع بعض البانيه المشوي. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم ان ده جريل عندي كده اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده، انا كده ولعت عليه كده النار اهي. لو انت الجريل اللي عندك او لو صينيه طاسه اي حاجه اللي عندك بقى هتخليه تدهنيه بقى كده دهنه بسيطه زيت، لو بيلزق، لو تيفال ما بيلزقش يبقى ما تدهنهوش ولا اي حاجه. وعايزه اوريكم ادي البانيه اهو بالشكل ده بعد ما قعد ساعتين في الثلاجه وشرب خالص من الميه. بصوا هنستنى دي بس تسخن كويس واتاكد انها سخنت. وعايزه اقول لكم ان انا هنا جايبه معايا فحميه زي ما انتم شايفينها كده، هولع عليها في اخر خلاص اخر حبه بتوع بانيه. دلوقتي بقى هننزل بقى مع بعض كده على الطاسه على طول اول ما تسخن بالفراخ البانيه اهي، بالتتبيله بقى بتاعتها الحلوه دي. وطبعا الزعتر ده حلو جدا، والناس اللي بتعمل ريجيم عايزه اقول لكم ان الزعتر ده بيحرق جامد جدا كمان. هنزل كده اهو، يلا سامعين كده الصوت اهو. دلوقتي حط التقليه، ممكن تحطي طبعا ما ينفعش ان انت تقلبي دلوقتي خالص، مفيش تقليب. التقليب لما تلاقي ان الابيض يعني ايه باين بقى عندك كده ان هو بيستوي، يعني تحس بقى ان هو باين ان هو استوى، تضطري بقى انك تقلبي، هتقلب معاكي. انما لو طلعتيها كده هتتفتت معاكي. انا هفضل معاكي اهو هطلعها والقلبها لما الاقيها سيبت معايا. كل ده يا لسه ما تستعجليش عليه، ان ده مشوي ولازم يستوي. طبعا عايزه اقول لكم كمان ان احنا لما بنطلعه، لما باجي احط الفحميه انا ما بحطهاش مباشره على الفراخ او اللحمه او الحاجات دي، بنحطها جوه ورقه فويل تطلع بس الدخنه بتاعتها، وبعد كده بنروح شايلينها، وبعد كده بنروح رشين عليه بقى بقدونس. كل ده انا هوريه لكم دلوقتي ان شاء الله. كده ايه ابتدت تسلك معايا، هروح قلبها كده بالشكل ده. عايزه اوريكم اهو اهو بالشكل ده كده، هنشوف واحده تاني اهي كده. متستعجليش عليها لسه، ولسه برضه هقلبه على الوش التاني تاني مرة كمان لغاية ما ياخد معايا اللون الحلو. عايزه اقول لكم بقى ان انا كده شويت معايا البانيه المشوي اهو بالشكل ده، لسه طافي عليه حالا. هوريكم بقى انا بعمل ايه. بصوا انا جايبه ورقه من الفويل كده اهو، عاملاها زي الطبق كده صغيره، هنحطها هنا اهو. وطبعا انا سخنت الفحميه زي ما انتم شايفين كده اهو، تنفضيها من الرماد ده لازم، هي لازم تتنفض كده من الرماد اهو. ناخدها كده اهو بالشكل ده
خليها جوه الكيس بالظبط. وبعد كده اهو هرش عليها رشتين زيت كده اهو معانا، تطلع طبعا الدخنه. انا هروح كاتمه كده بالطبق كده كويس قوي عشان ياخد طعم البانيه المشوي بقى اللي زي ما بتعمليه في المحلات بالظبط، تاكليه في المحلات بالظبط. بس بعد كده بقى هنستنى عليه لما ياخد الريحه كويس قوي، وبعد كده بقى هنزوقه بقى معانا. بس اهم حاجه ان هو بياخد بقدونس، يعني عايزه افهمكم ان هو اهم حاجه فيه ان هو ياخد بقدونس، بيديكي طعم بقى حلو جدا. هستنى عليه شويه وهقدمه معاكم واوريه لكم. وعايزه اقول لكم البانيه اهو بعد خلاص مستنيت عليه لما خد الريحه بتاعت الفحميه، وطبعا انا استبعدتها خلاص. وعايزه اقول لكم ان هو بيكون بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بصوا طري خالص. مش الناس كلها بتقول ان البانيه المشوي بينشف منها، بصوا انا عايزه اقول لكم ان هو طري جدا اهو بالشكل ده، ومستوي وصحي وجميل جدا، وما استعملناش فيه اي حاجه اهو. بصوا زي ما انتم شايفين كده. وعايزه اقول لكم استعملي معاه بقدونس بيديكي طعم بره بالظبط اهو بالشكل ده. وطبعا الفيديو بتاع النهارده احنا مش عملنا البانيه المشوي بس، احنا عملنا كمان من وراك الفراخ، عملنا منها الصوابع المقرمشه دي زي ما انتم شايفين كده اهو معانا اهي بالشكل ده، ان شاء الله تعجبكم. وعايزه اقول لكم ان دي يعني ايه من فرخه، لو انت طلعتي من فرخه ده صدر فرخه كبير، وهنا معانا وركين كبار برضو، الوركين دي نص الكميه والنص التاني اهو زي ما احنا قلنا احنا فرزناه في اكياس وجمدناه في الفريزر، وهنعبيه بقى في اكياس ونستعمله كل واحده منفصله عن التانيه. وان شاء الله بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم، يكون الفيديو بتاعي خفيف على قلبكم. ويا ريت يا جماعه اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، وتدوني كده ارائكم، ومتشكره قوي ليكم. سلام عليكم.